رمضان 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 يا حبيب. سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ صحيحه لاباس؟ مرحبا بكم معايا في نهار جديد وفيديو جديد. غبرت عليكم البنات، عارفه راسي واش كنغبر مره، ولكن والله العظيم كما قلت لكم، غير راكم عارفين كان مريض لي ادم شي شويه، وقلت نعطي شويه ديال الوقت ونحبس حتى انايا شويه التصوير، نبقى كنعطي شويه الراحه لراسي وشويه ديال شنقول لكم باش تحسوا براسكم انكم جيتوا بطاقه جديده. وهذا ضروري كندير واحد بوز مره من الكاميرا، بحال هاد الايام كما شفتوا معايا ما صورتش لكم تقريبا شي يومين. هادي هنايا كما شفتوا بديت معكم لا فيديو بجميع والروينه، حيتاش بيني وبينكم واحد 3 ايام ما جمعت حتى شي حاجه في الدار، يعني هذيك 3 ايام كامله اللي كان مريض فيها ادم ما جمعت حتى شي حاجه، ما درت حتى شي حاجه، حدي انه الكوزينه اللي كنطيب فيها وكنغسل الماء فقط، يعني ما درتش داك الشقا اللي كندير يوميا ما درتوش. هنايا كان تقدى راجلي شي تقديه وداك الشيء وحط ليه كل شيء فوق الطبله وبديت كنحيد فيه. المهم البنات غتشوفوا معايا هاد الطبيله صغيره، هذه صراحه كانت في عند الدار عند الوالده ديالي وجبتها باش ندير عليها الطبله، باش ندير عليها سمحوا لي التلفازه اللي عندي في الصالون، حيت مازال ما خديتش ليها طبله، ولكن للاسف جاتني صغيره على العرض ديال التلفازه، جاتني صغيره بزاف واضطريت انا نحطها في هذه البلاصه، يعني حتى تنرجعها للدار ولا نشوف فين غنديرها. المهم دابا حطيتها غير في المراح حيت ما لقيتش فين غنديرها، وحطيت عليها بعض الديكورات هكا، مسحتهم مزيان وحاولت نطرف شويه الدنيا، كنمسح البنات بديتول والماء كنديرهم في هذيك القريعه وكنمسح بهم. بالنسبه للزاج كنستعمل هذاك البرودوي، كنت شاركته معكم بزاف ديال المرات، داك البرودوي الزرق ما عقلتش على السميه ديالو، كيمسح الزاج مزيان كيمسح زعما من اول مره. انتما كتشوفوا راه كانت هاد الزاجه مكرفصه بالغبره حيت كنحل داك الشرجم اللي فوق من الباب وكتدخل ليا الغبره بزاف، داكشي علاش كنمسحها زعما دائما. ولكن كما قلت لكم واحد 3 ايام يعني ما درت حتى حاجه في الدار، داكشي علاش خليتها بحال هكاك. صافي هنايا غندوز لهاد الدروج اللي دائما معذبيني، كيحطوا فيهم الصنادر، ادم كيبقى يهبط ليا الصنادر من الدروج وحطهم تما، حيت كلشي دوك الصنادل خليت غير داكشي اللي هكا كنلبسو في الدار. وهنايا دخلت للكوزينه مباشره باش ندير الفطور ديالي. اليوم غنفطر غير انا وراجلي في الدار، صراحه ما غنصايبش شي حاجه كثيره، درت فطور في اخر لحظه زعما وبقى ليا الوقت فاش درت بزاف ديال الحوايج، غنشارك معكم الحويجات اللي درت ساهلين ماهلين وهكا كافكار نبدلو بهم داك الفطور ديال دائما المملحات وهذا. المهم هنا خديت شيبس وخديت بطاطا وقطعتها على شكل شيبس ودرتها في الفران، خليتها حتى طابت ليا مزيان، ودرت البيشاميل، البيشاميل راكم كاملين كتعرفوا تصايبوها البنات. صافي درتها هي الطبقه الاولى، من بعد درت فوق منها الدجاج اللي صوطيته شويه في الزيت والملح والابزار، صافي وكنعاود نغطي بالبطاطا كما شفتوا معايا، كندير بحال هكا طبقه اخرى. درت هنايا هاد الليمون الصغار حيتاش بغيتهم يجوني هكا فرديين، غندير فيهم جوج وغادي نخليه من فطور من عشاء، حيتاش انا كما قلت لكم ما كنطيبش يعني العشاء دائما، غير مره هكا فاش ما كنديرش شي فطور اللي كيكون زعما كتير. صافي غادي نخليه دابا حتى لاخر لحظه فاش قرب يأذن المغرب عاد ندير ليه الفرماج وندخله للفران وراه كيكون واجد. من بعد غندوز هنا باش نصايب واحد البيتزا، هاد البيتزا صراحه بغاتها حماتي هي اللي قالت لي صايبيها ليا،
صافي، وقلت ندير وحده كبيره ونقسموها من النص، يعني نعطيها النص ونفطروا حتى حنايا بالنص. هنايا كنت صايبت لاباط، راه شاركتها معكم بزاف ديال المرات البنات، كتجي هشيشه ورطبه. بالنسبه للصوص كنستعمل هذيك اللي جاهزه اللي كنت خديت من المرجان، صراحه كتنفع هكا في بعض المرات فاش كيكون ما فيكم ما يدير حتى شي حاجه. بحال هاد النهار يعني ضليت غير كنجمع الدار وصافي، قلت ندير فطور عادي وديال الزربه. خديت هنايا الكفته، صوطيتها حتى هي بشويه الملحه وشويه الزيت والابزار صافي، وخليتها هكا يعني حاولت نديرها مفرتته باش تجيني مزيانه، تجيني يعني عامره على البيتزا ديالي كامله. وغنديرها من الفوق، غندير فوق منها الفرماج ديال الموتزاريلا، كندير كنستعمل انا هاد الماركه هادي، وغادي نحاول نعمرها مزيان مزيان. كاين اللي كيدير حتى الفرماج من التحت، المهم اللي عجبكم بغيتو ديروه من التحت فوق ما طيش عاد ديروا العماره، ممكن تقدروا ديروا حتى من الفوق. من بعد غادي نزيد واحد النوع اخر ديال الفرماج، صراحه هذا اول مره غنستعمله، جابوا لي راجلي وما عمرني زعما استعملته، اول مره غادي نشوف الطريقه ديالو كيفاش وشنو اللي عجبني فيها. البنات هاد الساشيه كما شفتوا فيها بحال ديك السمطه اللي كتكون في دوك الساشيات ديال الثلاجه اللي كتسد بحال الطراقات، كيتسدوا زوينه بزاف، يعني يعني كديروا الكميه اللي بغيتو من بعد كتسدوها هكا بدوك الطراقات وكترديها للفريغو كيكون مزيان. هنايا جيت باش نصايب واحد الحريشات، باش نقول لكم من اختراعي، المهم هادو اضافات زدتهم انايا. وهنا بالمناسبه بغيت نجاوب واحد السيده اللي قالت لي فاطمه راه جربت الطريقه اللي درتي في الحرشه وما صدقاتش ليا، جاتني ما زويناش. ما يمكنش البنات زعما هاد الهضره اللي قلتي لي، مستحيل، يا اما نسيتي شي مكون ما درتوش، يا اما ما طيبتيهاش بطريقه كيفاش كندير انا. البنات راه كندير بلا عبار بلا والو وكتصدق ليا ناجحه 100%. عاد انني كنعطيكم الوصفات بالعبار، يعني لا تبعتوا داكشي اللي كنقول لكم راه كيصدقوا 100%. وبزاف د المرات كنشارك معاكم. هنايا خديت جوج ديال البنانات معستهم مزيان فهاديك الخلاط مزيان بحال هكا، تقدروا تمعسوها غير بالفرشيط. وغادي نزيد ليها واحد زاشي ديال الفاني، غنزيد ليها شويه د السميده ديال الحلوه. المهم نتوما ديروا الكميه اللي بغيتو، انا كندير العبار زعما غير عيني ميزاني غير كنكب وكيصدق كلشي هو هذاك. تقريبا هنايا شي زلافه ديال السميده رقيقه ديال الحلوه، واحد زاشي ديال الفاني، واحد ثلاثه المعالق ديال السكر سنيده. هاد الحريشات البنات كيجي المذاق ديالهم بحال لي بانكيك، وتيجي ولداد بزاف، ما فيها لا حليب لا عصير ليمون لا ما لا حتى شي حاجه. هنا درت زاشي ديال الخميره، وغادي نخلط هادشي مزيان مزيان بيديا. هذاك البنان اللي معسناه هو اللي كيجمع لينا العجينه وكيعطيها واحد المذاق، والله العظيم البنات الا صدقوني جات احسن 100 مره من هذيك الحرشه العاديه اللي كندير اللي كنجمعها غير بالحليب. صافي غادي نزيد لها شويه ديال الزيت، غير تقريبا واحد جوج معالق حتى ثلاثه كبار، غير باش نبسس هذيك الحريشه ديالي صافي، ونخليها ما غندير ليها لا ما لا حليب كما قلت لكم لا حتى شي حاجه. وغادي نبدا نكورها كويرات. هنا كما كتشوفوا راني بديت كنطيب فيها، كنطيبها في هذيك المقله اللي فيها دوك الدوائر هذه. البنات زوينه في الطياب، كتسهل عليكم، وحتى كطيب دغيا دغيا، وحتى ثقيله زعما كطيب لكم داكشي زوين، الطياب ديالها زوين. صافي غادي نبقى نقلبهم بحال هكا حتى يطيبوا مزيان ونحطهم. بالنسبه لهادو ما غاديش ندهنهم بالزبده ولا عسل كيما الفا كندير ليهم، غادي نخليهم يعني هكا ياكلوهم غير ناشفين، كيجيو رطبين من الداخل ومعسلين بهذاك البنان اللي صايبت معاكم. صافي ومن بعد غادي ندوز باش نوجد الطبيله ديال الفطور ديالي. المهم اليوم كما قلت لكم غنفطر غير انا وراجلي في الدار، ما مشيناش زعما لا عندي حماتي لا حتى شي حاجه، قلنا نفطروا اليوم غير بجوجنا هكا. واغلب الاوقات كتشوفوني كنفطر في الصالون، علاش البنات؟ حيتاش صالون كاينه فيه التلفازه وراكم عارفين الفطور ضروري كنبقاو نتفرجوا في البرامج، كنبقاو زعما هكا نجمعوا هذا ضروري من التلفازه، داكشي اغلب الاوقات كنحط الفطور في الصالون. صافي المهم كما قلت لكم اليوم شات ليا الوقت باش ندير بزاف ديال الحوايج، صايبت فطور عادي. ودائما كنقول لكم واحد الحاجه، لا للتبذير البنات، ديروا القياس اللي غادي تاكلوا، هادشي اللي كندير انايا. المهم البنات عاد ساليت الروينه وساليت كلشي اللي عندي، وجدت الفطور وحطيت حتى الطبيله، من بعد غنشاركها معكم. دابا خديت هكا الماكينه الفرايني باش نسخن فيها هاد الصفار، هادشي البنات هادشي كاين حمق والله العظيم، معرفتش واش كاين هنايا ولا لا. هذا كيجيبو راجلي معاه من اسبانيا، عرفتو حق الله لذيذ بزاف، والحاجة اللي كتعجبني فيه
واخا يدفع عندك اكثر من سيمانه ما كيخسرش ما كيقساح ما كيرطاب ما حتى شي حاجه، كتبقى رطبه حيت كل تيبان دايرينها في واحد الساشيه بحال هكا، كيجيو فيه تقريبا ما عرفتش 8 ولا لا 10 ديال التيبان، نشوف ما كتبينش هنا، واقيلا 8 اللي كيكونوا فيه، كيكونوا في ساشيه كبيره بحال هكا. انا حليتها وكتجي كل وحده كتجي في هاد البوشيطه في البلاستيكه، ودايرين عليها حتى المده الصلاحيه ديالها. المهم انا هكا تيبقى عندي، ما تنديرو لا في الثلاجه لا حتى شي حاجه، كنعطي الادم كيفطر منه الصباح كناكلو انا فوق ما بغيت، كيبقى رطب عرفتوها نتوما البنات، شوف راه رطب رطب بحال يلاه زعما طايب، وكيكون فيه الشكلاط من الداخل دايب وزوين. دابا غادي نديرهم باش نسخنهم باش نفطر بهم. انا كيعجبني بزاف ناكلو هذا زعما اخر حاجه هكا وقيت السحور ولا فاش قبل ما ندي الناس، كناخذ وحده مع كويس بحليب زوينه بزاف. المهم غادي ندير غير ثلاثه صافي، غادي نديرهم يسخنوا. صافي من بعد غادي نسخن الحريره حتى هي حيت طيبتها اليوم بكري، صافي نمشيو نفطروا وهانتوما معايا حتى نكملوا الفيديو. هي الطبيله ديالي البنات، المهم ساهله وبسيطه ما فيهاش بزاف ديال الحاجات. هنايا حطيت ديك البيتزا قطعتها وحطيت هكا فيها طريفات وديك الحريشه ولا اللي درتها على شكل بانكيك، المهم هكا كتجي. صافي شويه ديال الطمار شويه ديال الشباكيه والبيتي بان بعد ما سخنته. هنايا تشوفوا شويه ديال الحوت جابتو ليا حماتي، وهنايا حطيت هذا العصير. هذا البنات هذا العصير كيحمقني انا نفطر به، زوين بزاف وفيه واحد المذاق رائع، فيه واحد الميلونج ديال الكوك والاناناس. وصافي الحليب واتاي، شكون اللي مدمن على اتاي بحالي انا البنات؟ راه واخا نحط العصير واخا نحط الحليب واخا ما عرفتش شنو نحط، ضروري من اتاي في طبيله الفطور. بالنسبه للكغطا خليته في الفران، هو اخر حاجه باش يبقى ليا هكا سخون، والحريره حتى هي يلا كنسخن فيها، وحطيت شويه ديال الفرماج تما باش هكا اللي بغا يديروا مع دوك الحريشات. وبصحه وراحه فطوركم البنات. انا رجعت لكم، سمحوا لي ما صورت لكم مازال حتى شي حاجه، راكم عارفين من ورا الفطور كنبقى مقابلين غير التلفازه والنعاس والجماعه. المهم انا كنبقى حتى كنتفرج واحد الفيلم كيعجبني بزاف، ما عرفتش نتوما البنات كتفرجوا فيه ولا لا، واحد الفيلم سميتو سلامات ابو البنات، عرفتوا هذاك الفيلم حمقني عرفتي علاش؟ حيت فكرني في راسي انا وخواتاتي والله العظيم، داك الجو ديال العائله وديال البنات فاش كيكونوا زعما هكا باقي ما تزوجوا، كل وحده شنو كدير كل وحده شنو كدير، والله العظيم الا عجبني بزاف. المهم ماشي هذا هو موضوعنا، صراحه جات عندي حماتي وبقينا جالسين هكا مجمعين شي شويه، يلاه مشات وقلت دابا نوض نكمل لكم لا فيديو ديالي. المهم اليوم قلت نصايب واحد الماسك طبيعي حيت شحال هذا ما درت وصفات طبيعيين، وبزاف ديال البنات كيقول لي فاطمه شاركي معنا الوصفات الطبيعيين. مؤخرا وليت كندير غير الماسكات اللي ديجا جاهزين عندي، وبغيت نشارك معكم حتى واحد الحاجه. ان شاء الله ناويه نصبغ شعري، ندير نفس هذيك الصباغه اللي كنت درت، ديك الصباغه الطبيعيه، واخا هي ماشي طبيعيه 100% حيت فيها هذا البرودوي هذا اللي فيه مواد كيماويه. وبالنسبه للبنات اللي قالوا لي عفاك ورينا داك البرودوي راه ما عرفناش، بزاف ديال البنات باقي كيجيوني التساؤلات على هذيك الخلطه ولا هذيك الصباغه، كيقول لي عفاك ورينا البرودوي اللي خلطتيه نشوفوه كيفاش داير. ها هو البنات انا نحاول ندير هكا باش يبان لكم، شفتوا حاولوا تسكرينيوه ها نتوما راه واضح وباين. بالنسبه لهذا البرودوي شنو سميتو؟ انا كنقول السيد اللي كناخذو عنده كنقول ليه غير الماء اللي كيخلطوا به لي ميش يعني، وكيعطيني هذا النمره 40، ها هي فين مكتوبه البنات، ها هي شتي النمره 40 هو اللي كتاخذو وكديرو. بالنسبه اللي شعرها طويل بحالي كدير قاعه كامله، اللي شعرها قصير غدير غير النص راه كافيها ان شاء الله. ملي غادي نعاود ملي غنبغي نعاود ديك الصباغه راني غنشاركها معكم، غير هو ماشي اليوم اللي غادي نديرها. صراحه عجزت عليها اليوم كنت باغا نديرها، ولكن عجزت قلت خليها حتى للغدا ولا حتى نشوف. ودابا غندير معاكم واحد الوصفه زوينه وسهله بزاف. عندي هنايا الطين الابيض، غادي ناخذ منه واحد المعلقه صغيره، هو اصلا كتجي فيه هاد المعلقه هادي معاه. غادي ندير واحد الماسك، هاد الماسك البنات كيصلاح للبشره الدهنيه، البشره اللي فيها الحبوب اللي كان هي كتطلق دوك الافرازات هكا دهنيين في الوجه كيكون عندنا في هاد البلايص وفي هاد البلايص وهنايا حدا جبهتنا. هاد الوصفه كتصلح لكم 100% حيت اصلا هاد الطين اللي فيها
كينشف البشره وكينشف الوجه وكينشف حتى دوك الدهون اللي كيكونوا عندنا في الوجه وكيعطينا واحد البياض زوين للوجه ديالنا. من انا خديت هنايا خديت معلقه صغيره نعاود نسد هاد الساشيه هادي هذا الكلاسيكه وغادي نزيد معاه ما ورد عندي انا هاد ما ورد اللي كنستعمل وغادي نحل القرعه باش كنقدر نخوي غديروا غير شويه الكميه اللي غادي تخلط لكم هاد الطين الابيض اللي عندي كديروها البنات بحال هكا ما غاديش يبان لكم حيتاش ابيض كديروه بحال بحال علاش كالبوماده هكا ما تكونش جاري وما يكونش خاطر بزاف صافي وغنديروا على الوجه ديالي كامل ضروري يا البنات استغلوا هاد رمضان استغلوا هاد الحجر الصحي فاش انكم ديروا وصفات فاش ان شاء الله ما يسالي هاد رمضان حتى يولي تولي بشرتنا زوينه وصافيه ونقيه وما فيها حتى شي حاجه. انا راه غيكون الفرق باين لكم من اول فاش يلاه بديت القناه كيف كان وجهي كيف كانت البشره ديالي وحتى يدي البنات ها نتوما دابا راه ما بقاش الفرق بزاف بين يدي ووجهي حيت يدي كانوا سمرين بزاف على وجهي دابا مبقاش الفرق بزاف حيت بعض المرات كيبان لكم الفرق حيت كيكون الفلاش ضرب مجهد على اليدين كيبانوا سمرين بزاف اما في الواقع راه كيبان زعما ما كاينش فرق بزاف. انا نحاول ندير غير بهذه المعلقه هكا شوفني في الكاميرا ونهضر معاكم. واحد الحاجه اخرى بغيت نهضر لكم عليها البنات واحد الجيفواي دايره اختي في الانستغرام ديالها بغيتكم كاملين تمشيو باش حتى نتوما تشاركوا وتضعفوا الحظوظ ديالكم وعلاش لا تكون انت اللي كتفرجي فيا انت اللي غادي تربحي. ما تقولوش البنات ما تيأسوش ما تقولوش لا راه ما نقدرش الربح او لا راه شاركت بزاف ديال المرات وما جاتنيش الربحه يعني داكشي غير زهر علاش كنقول غير زهر حتى هي راه كدير لكم تيغاج كديرها قدامكم وكتستي يعني هكا قدامكم كل وحده وزهرها. الا ما جابش ربي في المسابقات اللي ديجا دازو يقدر يجيب في هذه. بالنسبه للشروط ديال هذه المسابقه البنات يكفي انكم تدخلوا لهذاك الكونت اللي دايره لكم اختي وديروا ليه ابوني هو وديروا ابوني لهذوك الناس اللي داير لهم داك الكونت ابوني ومن بعد تهبطوا لاخر بوست حطات لكم في الانستغرام ديالها وديروا كومونتير فيه طاقيو فيه ربعه ديال صحابكم وصافي. هذه هي هذه هما الشروط يعني ساهلين. بالنسبه لهاد الجيفواي هذا فيه 7000 درهم وفيه 7 ديال الفائزات كل وحده غادي تربح فيكم 1000 درهم كاش يعني دير بها اي حاجه بغات. وراه البنات راه اش نقول لكم راه ما كاين ما احسن من انك تاخدي الفلوس بحال هكا بحال هاد الربحه ما كتضربي فيهم تما راه ما والو كيجيوك ساهلين وشي حاجه اللي زوينه بزاف والله العظيم. الا زعما كنحاولوا ما كنديروا لكم جيفوي هكا اللي يرضي جميع البنات. المهم بغيتكم كاملين تدخلوا عندها وديروا ليها ابوني وديروا حتى الشروط كاملين راهم حطاهم لكم في لاباج ديالها غير دخلوا وشاركوا ما تعرفوا يكون زهر من زهركم. المهم انا غادي ندور دابا حدا المرايا تنقد هذا الماسك مزيان حيت هنا ما كيبانليش مزيان هذا ما وجه حدايا ومن بعد نتلاقى بكم. المهم البنات غنشارك معكم السحور ديالي. كما قلت لكم انا تقريبا ما كنطيبش بعد المرات السحور قليل قليل فاش كنوجد هكا شي حاجه تكون خفيفه الا ما درتش زعما الا ما درتش شي فطور اللي كيشبع وداكشي. المهم اليوم غادي نتسحر غير بهذا اليوغورت هذا ولا الرايب ولا ما المهم كل واحد شنو يسميه في هاد الفواكه هادو صراحه صحي بزاف وزوين وبنين المذاق ديالو. انا كنقدر ما كنقدرش زعما نكملو كامل كناكل فيه غير النص وغادي ناخذ من هاد الحريشات اللي كانوا شاطو ليا في الفطور. وهنايا البنات واحد القضيه بغيت نشاركها معكم غنبداها اليوم ان شاء الله هي خديت هنايا قرعه ديال الخل التفاح هانتوما تشوفوا معايا خديت قرعه خل التفاح غادي نبدا نشربو ان شاء الله. علاش انا نقول لكم علاش قريت عليه بزاف وسولت عليه حتى الناس اللي ديجا مجربينه قالوا لي بلي زوين بزاف كيحرق الدهون والشحوم اللي تيكونوا في الجسم مع الحركه اكيد زوين تشربوه كاخر مثلا اخر وجبه غادي تاكلوها كتشربوا. ادم اسكت خليني نهضر ادم عرفتي كان حدايا مبرزتني والله مازال حتى هو كاع ما ناس قلت لكم
كناخذ كاس ديال الماء بحال هكا وكندير فيه معلقه اولا جوج معالق من خل التفاح. هذا الخل كيساعد على انه يحرق الشحوم والدهون اللي تيكونوا في الجسم. وانا بغيت نجرب واش زعما بغيت نجرب هذه القضيه ونشوف واش بصح كاينه اولا لا. واخا بزاف ديال البنات شجعوني عليه وقالوا لي فعلا راه زعما كيساعد انه كيضعف هذا وبغيت نجربه. المهم اليوم اللي خديته وقلت اليوم اللي غادي نبدا هذه التجربه ونشاركها معكم. دابا مني غادي نتسحر ان شاء الله غادي نشرب هاد الكويس غندير فيه جوج معالق ديال خل التفاح وغادي نشربه وصافي. هذا ما كان حاجه بغيت نختم لكم بها البنات هي داك الموضوع اللي كنت هضرت لكم عليه في الفيديو اللي فات ديال اوريفلام ديك الشركه اللي قلت لكم راني تسجلت معها وشرحت لكم بزاف ديال الحوايج. مازالين البنات كيتواصلوا معايا في الخاص وكيقولوا لي فاطمه مازال ما فهمناش بزاف ديال الحاجات مازال ما فهمناش طريقه الخدمه في هاد الشركه وطريقه الربح اللي قلت لكم غير مباشر ماشي انك تقدي لي برودوي تبيعي للناس كيف ما عارفين كاع الناس. لا هذه طريقه اخرى وطريقه جديده وزوينه بالنسبه ليا انا. المهم بالنسبه للبنات اللي بغاو يفهموا كل شيء على هاد الشركه بغاو يفهموا الطريقه كيفاش يخدموا الطريقه كيفاش يصيفطوا الطريقه كيفاش المهم الطريقه باش تخدمي في هاد الشركه وباش تطلعي ارباح دخلوا عندي البنات راح تلكم المرتي في صندوق الوصف. دخلوا عندي وقولوا لي احنا بغينا نفهموا كيفاش زعما كيفاش بغينا كيفاش غادي ندخلوا لهاد الشركه. انا درت واحد الجروب انا والسيده اللي مكلفه بينا كاملين درنا جروب غندخلوا فيه كاع البنات اللي بغاو يفهموا شنو هي هاد الشركه شنو هما الارباح ديالها شنو هما الاهداف ديالها كيفاش كديري حتى كتوصلي كيفاش. المهم نمشيو معكم ايطاب باغ ايطاب. غادي ندخلكم لداك الجروب اكيد فيه غير النساء يعني غير البنات بيناتنا. غادي ندخلكم لداك الجروب وغادي نشرحوا لكم كلشي يعني من الاول حتى الاخر. وديك الساعه كيكون لك انت الاختيار الا كنتي باغا تسجلي معنا مرحبا عجبتك الفكره وعجبك داكشي اللي قلنا لك ادام اسكت. الا كنتي باغا تسجلي مرحبا ما كنتيش باغا ما عجبكش الحال يعني تقدري تراجعي. حنا غير غنشرحوا لك في داك الجروب اشنو كاين وانت كاين لك الاختيار. وانا متاكده البنات كاملين ان شاء الله ملي غادي تدخلوا وغتسمعوا الحوايج اللي سمعت انا ايجابيين على هاد الشركه راه اكيد 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 غادي تدخلوا وغادي تربحوا كاملين. المهم البنات غنسد معكم هاد الفيديو هنايا سمحوا لي واخا طولت عليكم. نقول لكم السلام عليكم صبحوا على خير حتى شي فيديو جديد ان شاء الله.